قضايا مكافحة الإرهاب والفقر تتصدر محادثات السيسي ووزير خارجية بوركينا فاسو. وزارة الداخلية تعلن توجيه ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. مقتل 9 عراقيين وإصابة العشرات في تفجيرات شرقي العاصمة بغداد. أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جابرييل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد استعراضا لتطورات الأوضاع في الساحتين الإقليمية والإفريقية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر للقضاء على البيئة الخصبة لنمو الإرهاب والتطرف. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط خلية إرهابية جديدة والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت المهمة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. كما تم ضبط مصنع لتجهيز المتفجرات وعدد من الأسلحة والطلقات النارية. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 جراء انفجار 3 سيارات ملغومة في منطقة حي بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية. وأوضح مصدر أمني أن الانفجارات 3 وقعت بفارق دقائق معدودة. في الوقت نفسه أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل مدني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته شرق بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث. ومعنا للتعليق على الخبر العراقي الدكتور أحمد الفقي المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية والخبير الاستراتيجي. دكتور أحمد، من وجهة نظرك من المستفيد خلف هذه التوترات أو من هذه التوترات التي يشهدها العراق؟ المستفيد الوحيد أي أحد ممكن يكون أو أي حد ممكن يكون مستفيد من هذه التغيرات أو هذه المشاكل غير العراق. يعني لو إحنا عايزين نشوف مين المستفيد وراء الكلام ده كله، فأكيد في ناس تانية من جميع النواحي، من جميع الطوائف ليها مصالح في ده. الجماعات الإرهابية ليها مصالح في السلاح، شركات السلاح والدول اللي الدخل رسمي ليهم السلاح هي ليها مصلحة في الكلام ده كله، وليها مصلحة في اللي بيحصل في العراق إن هو يزداد وتزداد المشاكل وتزداد العمليات الإرهابية والتفجيرات وانتشار الأسلحة، لأن ده هو المصلحة بتاعتها الأساسية اللي بتدور على أساسها، لا في مصلحتهم مصلحة العراق ولا في مصلحتهم ان هم يبصوا فين الصح للعراق ولا فين المصلحة للعراق. اهم حاجة كل واحد بيدور على مصلحته الشخصية، بداية من الجمعيات او الجماعات الإرهابية والتكفيرية، مرورا الى الموزعين السلاح، شركات السلاح والبلاد المستفيدة من توزيع السلاح في العراق والتشاجر الموجود. وايضا نقطة تانية يعني خطرة جدا هي اللي بتساعد على المشكلة دي انها تزداد، وهي الحدود العراقية فيها مشاكل كثيرة. يعني نبتدي في الأول خالص، عندك في الحدود من ناحية سوريا، ومن ناحية المشاكل اللي بتدور في سوريا، ومن ناحية المشاكل اللي بتحصل هناك برضو فيها تفكك وفيها إرهاب وفيها تفجيرات. نشكرك دكتور أحمد. كان معنا دكتور أحمد الفقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والخبير الاستراتيجي. نعود إلى نشرتنا وإلى هذا الخبر الرياضي. ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية تستضيف الجزائر اليوم مالي ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى، وتلعب غانا مع توجو في المجموعة الخامسة، وستواجه أنغولا منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الثالثة. كانت هذه نشرتنا، وإلى اللقاء في نشرة إخبارية جديدة.